السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب بيت باي بيت سنة تانية اعدادي. هنحل تيست ريفيو بي من صفحة 306 لصفحة 308. انتظرونا. صفحة 306 ريفيو بي، التيست اللي على ايه؟ ريفيو بي. عندنا السؤال الاولاني دوت اللي هو ايه؟ ليسننج، استماع. بعد كده ده سؤال المحادثة، بتقرا كلها الاول عشان تفهمها. ميسيز وفاء is calling، بتتصل على ايه؟ ذا ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري. فهنا ايه؟ في واحدة ست بتكلمها، تقول لها جود مورنينج، هاو كان اي هيلب يو، كيف اساعدك؟ فتقول لها هلو، انا عايزة كذا. من الكلام هي كده اللي هي عايزة ايه بقى؟ عايزة تعرف مواعيد هما بيفتحوا امتى ويقفلوا امتى. اي وونت تو نو، تبقى دي الاجابة. اريد ان اعرف وات تايم يو اوبن اند كلوز، الساعة كام انتوا بتقفلهم تفتحهم وايه وتقفلهم. قالت لها شور وي اوبن، احنا بنفتح الساعة 9 صباحا وبنقفل الساعة ايه 5 مساء، افري داي، كل يوم. راحت سألها سؤال، قالت لها ايه 30 باونس، 30 جنيه، يبقى كام ثمن التذكرة؟ هاو ماتش از ذا تيكت؟ في 3 راحت سألها سؤال، قالت لها يس تيكتس ار تشيبر، قالت لها نعم، والتذاكر ايه كمان ايه رخيصة. on the museum website، على موقع المتحف. هتقول لها ايه؟ ممكن اشتري التذاكر على النت. هتقول لها can I، هل يمكنني buy the tickets، اشتري التذاكر اونلاين عبر الانترنت. قالت لها نعم، وهتلاقيها ايه ارخص. وفقرت can I use my camera، هل يمكنني استخدم الكاميرا بتاعتي في المتحف يعني؟ فهنا ايه الرد؟ وبعدين هتلاقي ايه بط، ولكن you have to buy a ticket، لكن انت ايه هتشتري بقى ايه تذكرة بخمسين جنيه لذلك، يبقى للتصوير، يبقى سنة. هتقول لها ايه بقى؟ yes you can، او yes of course. في الاخر بقى طبعا مسز وفاء ايه هتشكرها، thank you. صفحة 307، وده سؤال القطعة. هنقول فكرتها، بتقول يوم السبت جودي هيكون عندها 13 سنة، والديها ايه سعداء جدا، هما هيعملوا لها ايه حفلة عيد ميلاد. الحفلة هتبدأ ايه ظهرا يوم السبت. ايه هيعزموا طبعا ايه اصدقائهم وجيرانهم وكل افراد الاسرة، كثير من الناس هيكونوا في الايه في الحفلة. ايه وجودي طبعا هتستمتع بالايه بالحفلة ديت. باراجراف التاني، والد جودي هيعمل ايه بقى؟ هيشتري بالونات، ومامتها هتحضر الايه الايس كريم، إيه وكمان ايه عمتها ايه سوف تطهي اللي هو ايه الكيك بالشوكولاتة. إيه جودي بتحب الكيك. اختها سلوى إيه هتلتقط ايه الصور بالموبايل في الحفلة. باراجراف الاخير، اصدقاء جودي وولاد عمها وجيرانها هيجيبوا لها هدايا، يعني هتفتح الايه الهدايا بعد الايه بعد الغداء. then ثم كل واحد سوف ياكل الايه الكيك، كل اللي موجودين يعني، والايس كريم. جودي هيكون عندها حفلة ايه، هتكون حفلة جيدة كويسة. اول سؤال هنا بيقول لي 1 what is the main idea، ما الفكرة الرئيسية للقطعة ديت. دي اجابة بقى مثال، ممكن تقول انت اجابة تانية، جوديز birthday party، حفلة عيد ميلاد جودي. 2 what is Judy's dad going to buy، باباها هيشتري ايه؟ يبقى بالونز، هيشتري ايه البالونات. 2 Judy going to open the presents، متى جودي ايه هتفتح الايه الهدايا، طبعا من القطع قال after lunch، بعد الغداء. سؤال الاختيار اللي على القطعة بيقولك ايه، الضمير اللي هو هير اللي هو ايه تحت خط ده يشير الى ايه؟ هير اهي، هير اونت، بيقول عمتها، عمت مين؟ يبقى عمت جودي، يبقى جودي. 5 كلمة بيرنس، بيرنس اللي هي الوالدين، مينز تعني، طبعا هتعني ايه فاذر اند ماذر، الاب والام. 6 عم جودي سوف ايه تعمل ايه بقى؟ يلا ايه بيك اكيك، هتطهي الكيك.
السؤال الاختياري 1 the bulls يعني السلطانيات يعني in the museum في المتحف where نقط than the tools أكتر من الإيه من الأدوات. المهم اللي يهمني هنا دي مقارنة عندي هنا في than مقارنة بين إيه حاجتين ديت ودي بقى نختاروا إيه اللي آخرها إيه آر newer أجدد من. 2 while Mona was watching television بينما منى كانت بتشاهد التلفزيون she not an idea يعني جات لها فكرة. هنركز مع بعض ادي وايل جه بعدها هنا ماضي مستمر ومعنى الكلام في حي هنا ماضي ايه ماضي بسيط هتبقى الإجابة هاد تمام جات لها فكرة يعني حدث كان مستمر والتاني قطعه. صفحة 308 رقم 3 أو آن وبعدين نقط سكول مدرسة إيه is a place هي مكان where students حيث الطلاب اللي بيعيشوا فيها وأيضا بيذاكروا فيها بيدرسوا فيها يبقى إيه مدرسة داخلية boarding. 4 the train leaves at 9 tomorrow القطار يغادر الساعة 9 غدا so you not be late يبقى لا يجب عليك إنك تتأخر لا يجب يبقى mustn't. 5 he put the cards in a نقط order and asked me يعني وضع الكروت في ايه بقى ترتيب ايه وطلب مني to order reorder يعني وعيد ترتيبهم وعيد ترتيبهم يبقى وضعهم في ترتيب ايه عشوائي random. 6 أو آن وبعدين نقط is something شيء ما which you use أنت بتستخدمه عشان تشتري أشياء اللي هي إيه coins عملات. 7 نقط means تعني to change from التغير من تلج لمية يعني يذوب أو ينصهر melt. 8 A نقط person is someone هو شخص ما who can't learn مقدرش يتعلم بسهولة يعني disabled معاق. 9 A نقط is a long area of water يعني مساحة كبيرة من المية made for ships للإيه للسفن والقوارب يبقى هي اللي هي الكنال. 10 I نقط my phone يعني إيه حصل إيه التليفون بتاعي while I was texting my friend بينما كنت ايه بقى بكتب رسالة نصية لصديقي وقع مني سقطها هتبقى الإجابة ايه dropped خلاص ايه ده حسب المعنى. السؤال الخامس complete the sentences أكمل الجمل بالشكل الصحيح للكلمة لبين الأقواس. رقم 1 هنا هو ديت دي الذي اللعاقة هتبقى which طب ليه عشان هنا ايه تيرتل سلحفاة ده غير عاقل بتاخد ويتش. 2 في هنا ايه ذان بتحول في المقارنة الى بيتر افضل من. 3 هنا معنى الكلام شود يجب بقول ايه لا يجب انك تأكل كثير جدا من الحلوى يبقى شودنت حسب المعنى. 4 دي الجملة الأخيرة بوت هنا هتبقى ووز بوتينج ماضي مستمر معنى الكلام بيقول ايه بقى يعني اجداد هدى مالهم وصلوا بينما هي ايه بقى was putting her clothes away يعني كانت تضع ايه الملابس في ايه في اماكنها خلاص يبقى ده مستمر جت بعد ايه بعد وايل ماضي مستمر. عشان تستفيد بقى بكل الاسئله اللي احنا بنعملها ديت لازم الاول تكون محضر الاسئله يعني حلل الايه الاسئله قبل ما تتفرج على الفيديو عشان تستفيد والا كده ايه مش هتستفيد. نحضر الاسئله حتى ولو وطبعا مطلوب منك في الوقت ده انك تراجع الكلمات كويس راجعها باي طريقه شفوي تحريري وتذاكر طبعا القواعد عشان ايه تبقى فاهم انت بتحل ازاي. كده بقى انتهى فيديو النهارده وانتظرونا فيديوهات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله.